بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جاي اتكلم معاكم بشكل مختصر عن الانيميا. ما نيجي نتكلم عن الانيميا نقول الشكوى الاكثر شيوعا في العيادات: يا دكتور انا عندي دوخة مستمرة، عندي صداع مستمر، عندي ارهاق مستمر. لو وجدنا هذه الاعراض بنعمل تحليلة صورة دم كاملة. عملنا تحليلة صورة دم كاملة ووجدنا ان الهيموجلوبين عندنا ناقص، بيبقى خلاص عندنا انيميا نقص الحديد او فقر الدم. ساعتها بنمشي ببروتوكول علاجي. في البدايه اول حاجه بنبحث عن السبب، لابد ان نبحث سبب الانيميا. اشهر سبب عند الاطفال اللي هو الديدان عند الاطفال ممكن تسبب لنا انيميا. اشهر الاسباب عند البالغين قرحه المعده وعادنا الله واياكم السرطانات المختلفه اللي ممكن تكون موجوده في القولون او غيره، او يكون هناك نزيف داخلي يكون هو برضه اللي مسبب لنا انيميا، أو يكون الست في مرحلة الحمل، أو ممكن يكون عندنا من أكثر الأسباب شيوعا عندنا في العيادات هو نقص التغذية. يعني نقص التغذية من أشهر الأسباب شيوعا عند سواء كانوا الصغيرين أو الكبار بالفئات المختلفة. فخلاص عرفنا السبب بتاعنا، اتأكدنا ان احنا ما عندناش قرح في المعدة، ما عندناش سرطانات، ما عندناش نزيف داخلي، ما عندنا ما فيش حمل في الوقت الحالي، واتأكدنا ان نقص التغذية هو السبب. لو نقص التغذية هو السبب بتاعنا بنمشي ببروتوكول علاجي. اول حاجة البروتوكول العلاجي اللي موجود بشكل مستمر بنقول لازم نعمل نظام غذائي مناسب للحالة. هذا النظام يكون غني بالحاجات اللي بتحتوي على الحديد. من أشهر الحاجات اللي عندنا اللي نقدر نقول فيها حديد، نقدر نقول السبانخ، البتنجان، العسل الأسود، التمر، اللحمة الحمراء، الكبدة، الكلاوي. الحاجات دي تعتبر من ضمن الحاجات اللي فيها عنصر الحديد. بنعد نظام غذائي متناسب السعرات على حسب. يبقى أول حاجة بنعمل نظام غذائي، مع النظام الغذائي بنكتب أقراص الحديد مع فيتامين B12 والفوليك اسيد. الفيتامين B12 ليه دور كبير جدا في تكوين كرات الدم الحمراء، ونقول الفوليك اسيد ايضا له دور كبير في تكوين كرات الدم الحمراء في الجسم. وبالتالي ده البروتوكول العلاجي اللي بيتم عمله لاي شخص بيكون عنده انيميا. بنكتب فيتامين B12 مع فيتامين B12 بيبقى عندنا الفوليك اسيد، مع الفوليك اسيد بيكون فيه اقراص الحديد، ومع اقراص الحديد بنعمل نظام غذائي صحي متوازن متنوع متكامل، بيبقى فيه اغذيه بتحتوي على عنصر الحديد. وبكده تكون خلصت الحلقه بتاعتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تحت تضغط لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك وحبايبك. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.